حسين الشافعي، السيد علي صبري، الدكتور محمود فوزي، السيد كمال رمزي سكيني، الدكتور لبيب شقير، السيد عبد المحسن ابو النور، السيد ضياء الدين داوود، وتبدأ الآن أعمال هذه الدورة بالبيان الذي يلقيه الرئيس جمال عبد الناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم بهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد
الجلد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ عرضا لبعض القضايا الحيوية من نضالنا، فإني أريد أن أرجوكم في الوقوف دقيقة من أجل ذكرى شهدائنا الذين أعطوا للوطن أنبل وأشرف ما يكون العطاء. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ كلمتي يسعدني أن أشترك معكم في الترحيب بوفود الدول الشقيقة والصديقة وحركات التحرر الوطني التي شاءت أن تعطينا شرف مشاركتها معنا في هذا الاحتفال. إن اعتزازنا بوجودهم معنا هذه الليلة كبير، كما أن شكرنا لهم وتعبيرنا عن تقديرنا لصداقتهم وفير وعميق. أيها الإخوة المواطنون أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، تلقيت صباح اليوم الرسالة التالية من وزير السد العالي باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي حيكت لإحباطه. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه مع
مع أصدق تمنيات جميع العاملين فيه في هذه المناسبة، مجددين العهد داعين الله أن يسدد خطانا على طريق النصر. هكذا أيها الإخوة المواطنون، فإنه وسط الحرب ووسط المعارك ووسط التضحيات ووسط المؤامرات يمضي الشعب المصري قادرا قويا عزيزا أبيا لا توقفه عثرة ولا تعوقه صدمة ولا يخيفه خطر ولا يفنيه عن إيمانه بالله وإيمانه بقدره وإيمانه بحقه وإيمانه بنضاله، جبروت أو إرهاب مهما كانت أدواته ومهما كانت القوى التي تسند وتدعم هذه الأدوات. إن الشعب المصري بهذا العمل العظيم الذي تم واكتمل اليوم في هذه الظروف يثبت مرة أخرى ويؤكد أنه إذا كانت شهادة التاريخ لصالحه فإن اتجاه المستقبل بإذن الله لصالحه أيضا. وما إتمام بناء السد العالي اليوم وبرغم ضخامته الهائلة كمشروع من أكبر مشاريع البناء والتعمير في عصرنا إلا إشارة إلى هذا المعنى: شعب أعطى للدنيا وللحياة، وشعب سوف يعطي للدنيا وللحياة، شعب يبني كل يوم، وشعب يقاتل في أي يوم، يعرف قيمة البناء ولكنه يدرك بعمق وأصالة في نفس الوقت أهمية حمل السلاح دفاعا عن الأمل في البناء ودفاعا عن تحقيق البناء. ولقد تذكرون أيها الإخوة أن حرب السويس سنة 1956 قامت في الأصل والأساس بسبب سد العالي وتشاء الأقدار أن يتم بناء هذا السد العالي بعد 14 عاما من حرب السويس، بينما هذا الشعب يخوض غمار حرب أخرى. إن التصميم على بناء السد سنة 1956 أطلق شرارة حرب، وها نحن اليوم في وسط نار حرب أخرى تشهد البناء، وقد اكتمل بعد كفاح عنيف ضار حاولت فيه كل القوى أن تثني هذا الشعب عن عزمه، فما زادته إلا إصرارا وحاولت أن تصد تقدمه، فكانت النتيجة الوحيدة لذلك أن تفجرت طاقات أخرى كامنة في أعماق هذا الشعب، خرجت بالتصميم تبني وخرجت بالتصميم تقاتل. إننا أيها الإخوة المواطنون لا نحتاج في هذا اليوم الغالي من أيام نضالنا، يوم ثورة 23 يوليو، يوم مرور يوم مرور 18 عاما على قيام هذه الثورة، غير أن ننقل البصر بين خطين على أرض وطننا لكي نعرف جوهر نضال هذا الوطن وأهداف هذا النضال والقوى التي تحرك فيه وتدفعه. خط عند الجنوب بعرض النيل العظيم هو السد العالي الذي اكتمل بناؤه هذا اليوم، وخط عند الشمال بمحاذاة قناة السويس هو خط القتال الذي يخوض عليه الشعب المصري والجيش الوطني للشعب المصري أشرف معاركه أعظم معاركه أعنف معاركه. عند ذلك الخط على الجنوب بعرض نهر النيل يقف السد العالي، وتقف بجواره محطة الكهرباء العملاقة التي دارت الوحدة 12 فيها قبل ساعات، وبذلك اكتمل محطة من أكبر المحطات الكهربائية المائية في العالم. بالسد العالي نفسه أيها الإخوة تم حتى الآن تحويل 836 ألف فدان من أراضي الحياض إلى الري الدائم، وتم استصلاح 850 ألف فدان جديدة أضيفت إلى الرقعة الزراعية انتصارا على الصحراء، وما زالت عمليات الاستصلاح على المياه الفائضة مستمرة كل يوم لا تتوقف لحظة مهما كانت الظروف. وبكهرباء السد العالي فإن طاقة قدرها 10 مليار كيلو وات ساعة قد أضيفت إلى طاقتنا.
أن الجيش المصري جنوده وضباطه وقياداته قام بجهد خارق لإعادة بناء نفسه بعد ظرف من أسوأ الظروف التي واجهها نضالنا، وتمكن هذا الجيش الذي ظن العدو أن أمره قد انتهى إلى عشرات السنين من أن يعود إلى القتال مرة أخرى في سرعة سوف يعدها التاريخ المنصف لهذه الفترة ضربا من المعجزات. وكما كان التعاون المخلص من جانب الاتحاد السوفيتي عاملا وكما كان التعاون المخلص من جانب الاتحاد السوفيتي عاملا رئيسيا في بناء السد العالي، فإن التعاون المخلص من جانب الاتحاد السوفيتي قد مكن هذا الجيش من أن يحصل على المعدات والخبرة اللازمة له لإعادة البناء. كما أن الجهد المتفاني الذي بذله مئات الألوف من رجال وشباب مصر ممن كان لهم في هذه الفترة العصيبة شرف الخدمة العسكرية حقق مستوى قتالي لم يكن يخطر على بال الصديق أو بال العدو قبل 3 سنوات. ويخوض الجيش المصري الآن هذه الأيام معركة لها أهمية خاصة، هي المعركة ضد التفوق الجوي الإسرائيلي، هذا التفوق الذي مكنته منه وساعدته عليه الولايات المتحدة الأمريكية بعد عدوان 1967. إن العدو كان يريد أن تظل الجبهة المصرية مكشوفة لكي يستطيع بتفوقه الجوي أن يحدد مجال حركتها. إن العدو يقوم بغارات كل يوم من 20 إلى 150 غارة ساعات ممتدة، وطيران العدو يحلق فوق قوتنا. إن العدو في بعض الأيام يلقي 1000 طن من القنابل ما يساوي 1,000,000 جنيه استرليني ثمنا لما يلقى على الجبهة من المتفجرات. وكان تركيز العدو الأشد على عناصر الدفاع الجوي، وكان هدفه أن يمنع هذه العناصر من أداء دورها على الجبهة، لكن العدو لم يستطع، وكان اعترافه أخيرا بأن عدد بطاريات الصواريخ المصرية على الجبهة يتزايد ولا يتناقص برغم ضراوة الغارات الجوية وشراستها. وبدأت طائرات الفانتوم الأمريكية تتساقط على أراضينا، وبدأ طيار الفانتوم الصفة المنتقاة من القوة العسكرية الإسرائيلية العدوانية يقعون أسرى في أيدي رجالنا. أيها الإخوة المواطنون، وبين ذلك الخط عند الجنوب بعرض نهر النيل أمام أسوان، وبين الخط الآخر عند الشمال بمحاذاة قناة السويس، فإن الوطن المصري كله صامد مؤمن عامل بالجد كله وبالإخلاص والإيمان بالهدف. جبهة داخلية، كان العدو وأصدقاء العدو ينتظرون أن تتشقق وتنهار ثم تتهاوى، فإذا هي تزداد صلابة وإرادة. كان العدو وأصدقاء العدو يتصورون أنها سوف تهتز وتضعف، فإذا هذه الإرادة في وقت الشدة أكثر ثباتا وطاقة عمل بطولي
يقوم بها الفلاحون والعمال من قوى هذا الشعب العامل. إن قيمة الإنتاج الزراعي زادت بين سنة 1967 إلى سنة 1969 بنسبة 15%. إن الزيادة في الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة وبرغم الحرب زادت بنسبة 40%. إن إنتاجنا من القطن مثلا سنة 1969 وصل إلى 10.8 مليون إنطار، وهو أعلى إنتاج وصلت إليه البلاد في كل تاريخ زراعة القطن فيها. كان محصولنا من القطن سنة 67 8.7 مليون قنطار، وفي سنة 69 كان معنا الرقم الذي تحقق أن هناك نسبة زيادة قدرها 24% تزيد قيمتها على 50 مليون جنيه، وكان متوسط إنتاج الفدان 6.6 قنطارا، وأعلى متوسط لإنتاج القطن في تاريخنا. وبعد الحرب أيها الإخوة زادت صادراتنا من الأرز بنسبة 67%. سنة 1970 بلغ إنتاجنا من القمح 10.1 مليون أردب مقابل 8.6 مليون أردب بسنة 1967. سنة 1969 بلغ الإنتاج من الذرة الشامية 16.9 مليون أردب مقابل 15.2 مليون أردب بسنة 1967، أي بزيادة قدرها 1.7 مليون أردب. وأصبح لدينا لأول مرة منذ وقت طويل اكتفاء ذاتي في الذرة. وفي الموسم الأخير فلقد كان إنتاجنا 5 مليون طن من قصب السكر، أنتجت 546 ألف طن سكر مقابل 3.4 مليون طن قصب و 388 ألف طن سكر عام 1967، أي أن الزيادة في السكر وصلت إلى 40%. هذه بعض الملامح البارزة من الصورة في ميدان الزراعة، حيث يعمل الفلاحون قوة العمل الكبرى في هذا الوطن والدعامة الأساسية بين قوى الشعب العاملة. وهذه هي أرقام قليلة وليست كل الأرقام، وأنا كنت حريص على أن أقولها اليوم لأن عدونا في صحفه ومن يساندون العدو أيضا يقولون إننا صمدنا عسكريا ولكننا سننهار اقتصاديا. وأنا أحب أن أقول لكم ولأبناء هذه الأمة وللأمة العربية كلها إن الشعب المصري بعد سنة 1967 حينما صمم على الصمود صمم أيضا على العمل وزاد الإنتاج في كل ميادين الإنتاج في الزراعة وفي الميادين الأخرى. إذا انتقلنا إلى الصناعة حيث يقف العمال من قوى هذا الشعب العامل المناضل، فإننا سوف نجد صورة مشرقة ومشرفة أخرى تمت كلها تحت ظروف الحرب وفي ظلال أخطارها. سنة 66-67 كانت قيمة الإنتاج الصناعي 1077 مليون جنيه و618 ألف، ولم يكن في هذا الإنتاج زيادة تذكر عن السنة السابقة لها. سنة 1967-1968 بلغت قيمة الإنتاج الصناعي 1169 مليون جنيه و419 ألف بزيادة قدرها 91 مليون جنيه و801 ألف بنسبة زيادة قدرها 8.5%. سنة 1968-69 بلغت قيمة الإنتاج الصناعي 1322 مليون جنيه و698 ألف بزيادة قدرها 245 مليون جنيه و80 ألف بنسبة زيادة قدرها 22.8%. سنة 1969-1970 بلغت قيمة الإنتاج الصناعي 1421 مليون جنيه و987 ألف بزيادة قدرها 344 مليون جنيه و369
69,000 بنسبة زيادة قدرها 32%، وكانت تلك زيادات في الإنتاج الحقيقي بدون حساب أي زيادة سعرية، أي أن النمو كان نموا كميا وفعليا، ولم يتحقق ذلك برغم ظروف الحرب وظلال أخطارها فقط، ولكنه تحقق برغم ما لحق بمنطقة من أهم المناطق الصناعية لدينا قبل الحرب، وهي منطقة القناة. ولعله مما يؤكد زيادة الإنتاج وقيمة هذه الزيادة أن الصادرات الصناعية في فترة الحرب حققت نسبة زيادة قدرها 63%، وقفزت صادراتنا الصناعية من 82 مليون جنيه و 238 ألف سنة 66-67 إلى 134 مليون جنيه و 66 ألف سنة 69-70. أيها الإخوة المواطنون، إن الشعب المصري لم يكن وحده في هذه الوقفة التاريخية الرائعة في جو الحرب وأمام مخاطر العدوان والإرهاب، وإنما وقفت معه أمته العربية كلها، تدرك دوره في النضال وتعرف له حقه في تحمل العبء الأكبر من تبعات المعركة المصيرية الدائرة. كانت هناك أولا وقبل كل شيء الجماهير المؤمنة التي لا تعرف هدفا غير حرية الأمة العربية، ولا تعرف مطلبا غير انتصار هذه الحرية. كانت هناك الجماهير العربية الواعية التي تعرف كل شيء وتتابع كل شيء وترفض كل محاولات التضليل، وتتمسك في إيمان وعزم بجوهر قضيتها، لأن الجماهير العربية هي أولا وأخيرا صاحبة القضية، صاحبة هدف الحرية، صاحبة مطلب انتصارها. كانت هذه الجماهير عرضة لحرب نفسية تتبع أحدث الأساليب والوسائل وتؤدي دورها بخبث وذكاء، لكن الجماهير العربية كانت أقوى من هذه الحرب النفسية. كانت الجماهير تتابع بوعي، وكانت الجماهير العربية تتابع العمل العسكري بوعي وتدرك مراحله المتعددة، وكانت الجماهير العربية تتابع العمل السياسي بوعي وتدرك متطلباته الضرورية. وخلال هذا كله كانت الجماهير ترفض التضليل، كانت ترفض أن تسمع ادعاء الحرص عليها من أعدائها، وكانت الجماهير قادرة على التمييز بين الذين يتاجرون بالكلمات في أسواق المناورات الضيقة ومزايداتها، وبين الذين يتقابلون مع الموت في ساحة ميدان القتال. كانت الجماهير تدرك الأهمية الحاسمة للعمل العسكري، وكانت الجماهير تدرك الضرورة الواجبة للعمل السياسي. كانت الجماهير العربية تدرك أن الهدف واحد، ولكن الحركة على طريق تحقيق هذا الهدف لا بد أن تكون لها حرية كاملة أزاء عدو يتحرك بسرعة وأزاء عالم يهتم بالصراع الذي يجري على أرض الشرق الأوسط، وأزاء قوى دولية بينها من يصادقنا وبينها من يصادق عدونا. ولم تكن جماهير الأمة العربية ترقب هذا كله ساكتة تنتظر النتيجة، ولكنها كانت تكافح عليها وبقدر ما وسعتها الوسائل المتاحة لها. ومن مثل هذا اليوم في العام الماضي إلى يومنا هذا الذي نحتفل فيه بيوم 23 يوليو، شهدت أرض الأمة العربية تغييرات كيفية وكمية لها أهميتها الكبرى في الصراع. شهدت الأمة العربية كيف قامت الطليعة للقوات المسلحة في ليبيا
وأعلنت الثورة وأعلنت مبادئها الحرية والاشتراكية والوحدة، كيف قام الشعب الليبي يؤيد ثورته ويؤيد الطليعة التي قامت لتحريره، يؤيد قواته المسلحة، ثم كيف خرج مجلس قيادة الثورة بقيادة الأخ معمر القذافي ليعلنوا على الملأ أنهم صمموا على الكفاح والنضال من أجل شرف ليبيا وحرية ليبيا، ومن أجل شرف الأمة العربية وحرية الأمة العربية، وصمموا بعد هذا على جلاء القواعد الأجنبية. واليوم قبل أن تمضي سنة واحدة على الثورة الليبية، شهدنا احتفالات الشعب الليبي في طرابلس وبني غازي بانتهاء القواعد الأجنبية الإنجليزية والأمريكية، وبجلاء آخر جندي أمريكي أجنبي من أرض الثورة أرض ليبيا. ذهبت إلى ليبيا في هذه الأيام، كان نزول الطائرة في القاعدة الأمريكية التي حررها ثوار ليبيا، التي كانت تسمى قاعدة ويلس، وسموها في ليبيا بعد تحريرها قاعدة عقبة بن نافع. نزلت في المطار ووجدت الشعب الليبي وهو ينتشر في جميع أرجاء القاعدة، ووجدت أيضا الشعب الليبي وهو يعانق أبناء قواته المسلحة، ورأيت أيضا الشعب الليبي الشقيق وهو يحتضن معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة. وكنت أذكر في هذه الأيام كيف استخدمت هذه القواعد ضدنا في سنة 56، وكيف خرج الشعب الليبي يناضل ويكافح ويهاجم القواعد، ويقع منه القتلى والجرحى برصاص المحتلين. ثم بعد هذا صار الشعب الليبي مرة أخرى وطالب بإنهاء القواعد وخروج الأجانب من أرض الوطن الليبي، وتعرضوا أيضا للرصاص. ثم بعد هذا ثاروا مرة أخرى وتعرضوا أيضا للرصاص، ورأيتهم في هذا اليوم وقد حققوا الأماني التي كافحوا من أجلها طويلا، كافح من أجلها هذا الشباب وكافح من أجلها أجيال مضت. وقلت في هذه اللحظة: الحمد لله، لقد انتصرت ليبيا وقد جلى الأجانب عن أرض ليبيا، وإن الثورة الليبية نصر للأمة العربية كلها. ورأيت أيها الإخوة اتجاه الثورة الليبية إلى الحرية السياسية، وفي نفس الوقت إلى الثورة الاجتماعية. وكان معمر القذافي يتكلم ويقول إن مجلس قيادة الثورة حقق الحرية السياسية، وهو يتجه الآن نحو عمل كبير من أجل تحقيق الكفاية والعدل، وهو الثورة الاجتماعية. إننا أيها الإخوة ننظر لشعب ليبيا البطل وقادة ليبيا الأبطال، ونقول لهم: إنكم بعملكم هذا دعمتم الأمل للأمة العربية، إنكم بندائكم من أجل الحرية وعملكم على تحقيق حرية الوطن قد ساهمتم في حرية الوطن العربي، وعملكم من أجل الحرية الاجتماعية قد ساهمتم في رفع شأن الوطن العربي، وعملكم من أجل الوحدة
إنما يحقق التضامن والقوة والمنعة من بين أبناء الأمة العربية كلها. أيها الإخوة، لقد التقيت بقادة الثورة في ليبيا، ونحن نعلم أن الأعداء الاستعمار وأعوان الاستعمار لا يرغب أبدا في قيام علاقات قوية أخوية بيننا وبين ليبيا، وبدأوا في نشر الإشاعات وبدأوا في نشر الأقاويل. وتكلمت في هذا مع الإخوة من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وقلت لهم إن الأعداء من المستعمرين وأعوانهم سيعملون دائما على الوقيعة وبذر بذور الشك، وقلت لهم نحن لا نريد من ليبيا أي شيء على الإطلاق، إننا لا نريد من ليبيا الثورة أكثر من العمل الكبير الذي حققته ليبيا الثورة. لقد حصل النضال العربي على دور ليبيا كاملا لصالح الثورة العربية ولصالح التحرر العربي بقيام الثورة فيها. وقيام الثورة في ليبيا أيها الإخوة لا يمكن أن يقدر بمال. نجاح الثورة في ليبيا أيها الإخوة كسب بغير حدود. دخول ليبيا إلى إطار الدول العربية المتحررة التقدمية المناضلة هو أمل بدا في بعض الظروف كأنه الخيال، ولقد حققت الثورة فعلا ما كان يبدو خيالا. وقلت لهم نحن لا نريد شيئا من ثروة الشعب الليبي، ثروة الشعب الليبي للشعب الليبي. لا، وليه قلت الكلام ده الحقيقة؟ لأن الاستعمار ركز على هذه النقطة وقال إن مصر بتتقرب إلى ليبيا طمعا في أموال ليبيا. وقلت لإخواننا أعضاء مجلس الثورة يجب أن لا نكون على استحياء في معالجة الأمور، ويجب أن نتكلم في الأمور بصراحة. نحن كسبنا من الثورة الليبية، ولكننا لا ننظر أبدا من أجل أموال الثورة أموال الشعب الليبي. نحن كنا دائما نريد حرية الشعب الليبي، لأن حرية الشعب الليبي ضمان لشعب ليبيا وضمان لنا. وزي ما قلت لكم في سنة 56 هجمنا من هاكستيب من هويلس ومن قاعدة العزل. النهاردة والثورة الليبية موجودة بتحمي ظهرنا، ولن يستطيع العدو ولن تتمكن إسرائيل ولا أعوان إسرائيل ولا من هم وراء إسرائيل من أن يستخدموا الثورة القواعد الليبية، ولكن الثورة الليبية ستكون معنا ضد عدونا وضد من هم وراء عدونا. وأنا الحقيقة أنا أما بقول هذا الكلام النهاردة أنا مش بقوله ليكو، الحقيقة أنا بقوله للشعب الليبي، إننا إخوة للشعب الليبي، سنعمل دائما بكل طريقة وبكل وسائل وبكل وسيلة على أن نتضامن وعلى أن نتكاتف وعلى أن نساعد بعضنا البعض من أجل التنمية ومن أجل التطور. ويجب على كل فرد من أبناء هذه الأمة أن يقاوم الحرب النفسية التي توجه إلى الأمة العربية حتى تفرق بين أبناء الأمة العربية. عندنا عدد من الخبراء في ليبيا، في عدد الحكومة الليبية بتدفع له مرتباته، وفي عدد احنا بندفع مرتباته لاننا نعتبر ان هذا واجب علينا. ده موضوع يجب ان يعرفه الشعب المصري والشعب الليبي، ويجب ان الشعب الليبي يعلم ان من يقولون ان الشعب المصري يطمع في ثروة الشعب الليبي ليسوا اصدقاء لا للشعب الليبي ولا للشعب المصري، ولكنهم يريدوا للشعب الليبي العزلة حتى يستفردوا به وحتى يمكن لهم ان يتآمروا. اننا نقدر الثورة الليبية، وإننا نقدر معمر القذافي زعيم الثورة الليبية، وإننا نحيي الرائد عبد السلام جلود نائب رئيس الوزراء في ليبيا. وإننا نقول لهم جميعا
سيروا في طريقكم، الطريق الذي اخترتموه، الطريق الصعب، الطريق الذي ينتج عنه الخير لأبناء الشعب الليبي وأبناء الأمة العربية كلها. ونقول لهم بكل تواضع أيضا إننا معكم، إن الشعب المصري معكم، يساندكم ويسير معكم في معركتكم في السراء وفي الضراء، وإذا قاتلتم فإن الشعب المصري سوف يقاتل معكم. أيها الإخوة، وبعد سنة 1967 وبعد النكسة، حينما قال الأعداء أن الأمة العربية قد تفتتت وأن الأمة العربية قد انتهت وأن روح القومية العربية قد ضاعت وأن الثورات التقدمية في طريقها إلى الزوال وفي طريقها إلى الانهيار، بعد هذا شهدت أرض الأمة العربية الثورة السودانية. وقامت الطلائع من القوات المسلحة السودانية، الطلائع الوطنية، أعلنت الثورة وتحرير البلاد. وقام قائد الثورة الأخ نميري يعلن الثورة السياسية وأيضا الثورة الاجتماعية. وصممت الثورة في السودان على أن تتحرر كليا من النفوذ الأجنبي، وعلى أن تعمل بكل طاقاتها في إطار التضامن العربي وفي إطار الوحدة العربية ومن أجل الحفاظ على استقلال وحرية الأمة العربية. وحينما التقيت بالشعب السوداني في أول يناير وفي احتفالات عيد الثورة، رأيت الشعب السوداني حريص كل الحرص على أن تنجح ثورته، وعلى أن يبدي ثورته بالدم، وعلى أن يحقق في هذه الفرصة التي وجدها بعد سنين طويلة من الاستقلال، يحقق لنفسه الاستقلال السياسي الحقيقي، ويحقق لنفسه الثورة الاجتماعية الحقيقية التي ينتج عنها الكفاية والعدل. تسير الثورة السودانية في طريق التحول الاشتراكي، وهو طريق شاق وصعب، ونحن قلنا لهم ونقول لهم الآن إننا معكم، مع السودان الثورة، من أجل العمل على الحفاظ على الحرية والاشتراكية التي ناديتم بها والتي أعلنتموها. وإن شعب مصر كان دائما الشقيق لشعب السودان، وسيبقى دائما الأخ الشقيق لشعب السودان. أيها الإخوة، لقد صمدت سوريا بعد أن تعرضت للعدوان في سنة 67، وبعد أن اعتقد العدو أنها ستنهار، صمدت سوريا بمبادئها التقدمية، وصممت القوات المسلحة السورية على أن تعيد البناء، فأعادت البناء، أعادت البناء بقوة وبعزم وبتصميم. وإنني أحيي القوات المسلحة السورية التي ناضلت وصمدت وقاتلت أشرف قتال. وإنني أحيي أيضا باسمكم شعب الجمهورية العربية السورية، وأقول لهم إننا معكم في كفاحنا من أجل النصر،
وستبقى دائما دمشق قلب العروبة النابض. وصمدت الأردن، وكانوا يعتقدون أن شعب الأردن لن يصمد بعد أن انتزعوا منه أكثر من 50% من أراضيه، وبعد أن عملوا بكل الوسائل على الوقيعة بين الأردن والمقاومة، ولكن الشعب الأردني والجيش الأردني استطاع أن يفوت على العدو كل الفرص التي تركز الانقسام. وإننا نرى اليوم الأردن القوات المسلحة، والأردن الملك حسين، الشعب والمقاومة الفلسطينية يسيرون جنبا إلى جنب. وإننا نرى أيضا الوعي الكبير الذي يتسلح به شعب الأردن وتتسلح به المقاومة في الأردن حتى لا تحدث مصادمات وحتى لا تحدث تناقضات. وقد حدثت بعض التناقضات، ولكن استطاع الجميع تلافي هذه المتناقضات. أيها الإخوة، لقد تعرض شعب لبنان للعدوان الإسرائيلي، وأراد العدو أن يوقع بين شعب لبنان والمقاومة، ولكن الشعب اللبناني وقادة الشعب اللبناني استطاعوا أن يفوتوا الفرصة وأن يوقعوا اتفاق بين المقاومة الفلسطينية وبين السلطة في لبنان. وبهذا استطاع الشعب اللبناني وقياداته الشعبية الوطنية أن يتنبهوا إلى أنه ليس هناك ضمان للبنان غير نضال أمته العربية التي هو جزء لا يتجزأ منها ولا ينفصل مصيره عن مصيرها. وقد استطاعوا إحباط كل المحاولات التي دبرت للوقيع، وكانت اليقظة وكان التنبه وكان الإدراك الواعي لمرام العدو وأصدقاء العدو الحصن الكبير. وحاول العدو أن يستخدم الطائفية، ولكن الشعب اللبناني استطاع أن يدرك بوعيه أن إسرائيل حينما تعتدي بالطائرات أو حينما تعتدي بالدبابات لا تفرق بين المسلم والمسيحي، ولكنها ترى أمامها اللبنانية فقط. أيها الإخوة، ثم ظهرت المقاومة الفلسطينية، واستطاعت المقاومة أن تحول الشعب الفلسطيني من شعب من اللاجئين إلى شعب من المقاتلين، واستطاع العمل الفلسطيني أن يفرض نفسه على كل العالم، واستطاعت منظمة فتح التي بدأت هذا العمل والتي بدأت الفداء من أجل تحرير الشعب الفلسطيني وقيادة فتح أن يجدوا تأييدا كبيرا في العالم العربي. ثم استطاعت منظمات المقاومة كلها أن تجتمع في لجنة مركزية من أجل توحيد عملها ومن أجل توحيد أهدافها. وأنا أقول إن العدو سيحاول دائما أن يفرق بين أبناء المقاومة الفلسطينية وبين أبناء الشعب الفلسطيني، ولكننا نرى حتى الآن أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بالوعي الكبير استطاعوا أن يحبطوا مؤامرات الاستعمار وأعداء الاستعمار. يبقى بعد هذا أيها الإخوة أن أتكلم عن الجبهة الشرقية، وكانت الجبهة الشرقية مجال اهتمام كبير منا ومن أبناء الأمة العربية كلها، سواء في المشرق أو في المغرب، وأيضا كانت مجال اهتمام كبير في العالم كله، ولكن كان الجميع يعلقون أن الجبهة الشرقية تريد مزيدا من الدعم وتريد مزيدا من العمل. وكانت إسرائيل تقول إن هدفها هو إضعاف الجبهة الشرقية، لأن الجبهة الشرقية
تطل على إسرائيل نفسها وتطل على إسرائيل في المناطق الحساسة والمناطق الصعبة منها. وحينما قال العقيد معمر القذافي أنه يريد أن يرفع شعار قومية المعركة ولا وبدل إقليمية المعركة، وإنه سيقوم بجولة في جميع أنحاء الأمة العربية من أجل العمل على أن تكون المعركة قومية، شجعنا هذه الجهود. وكانت وجهة نظر العقيد القذافي يجب توحيد العمل في الأمة العربية، يجب توحيد العمل القومي في مواجهة الاستعمار والصهيونية. ففي 100 مليون عربي قدام 2.5 مليون إسرائيلي، وعلى هذا الأساس نتساءل هل فعلا 100 مليون عربي يواجهوا 2.5 مليون إسرائيلي؟ وكان رد العقيد القذافي أنه حتى الآن لا يستطيع إنسان أن يقول أن الأمة العربية عبأت جودها وعبأت نفسها ضد العدو الصهيوني ومن هم وراءه، وأن من يقوم بالعمل فقط هم دول المواجهة. وقال معمر القذافي إنه يشعر أن عليه واجب كبير من أجل جمع شمل الأمة العربية، ونحن شجعنا هذا وتكلمنا في هذا في طرابلس حينما اجتمعنا في المؤتمر. ونرجو من الله أن يوفق العقيد معمر القذافي في تحقيق هدفه من أجل جمع شمل الأمة العربية حتى تشترك كلها كل دولها بكل طاقاتها في المعركة، وبهذا نستطيع أن نواجه إسرائيل وأن نواجه أمريكا. أيضا بعد النكسة حدث مؤتمر الخرطوم في سنة 1967، وكانت هناك مناقشة كبرى، وكان هناك من يقول إن الأمة العربية لن تستطيع أن تصمد، فإنها ستنهار سياسيا واقتصاديا كما انهارت عسكريا، ولن يمكن لقوتها العسكرية أن تعود إلى الوجود مرة أخرى. وبعد أن تناقشنا مناقشات طويلة في هذا المؤتمر خرجنا بضرورة دعم الدول التي خسرت خسارات كبيرة نتيجة عدوان 67 اللي هي مصر والأردن، وبهذا صار الدعم العربي، واستطعنا بهذا الدعم العربي فعلا أن نواجه كل الضغوط الاقتصادية. فنحن في مصر مثلا خسرنا دخل قناة السويس 120 مليون جنيه، وخسرنا دخل أبار البترول في سيناء 25 مليون جنيه، وخسرنا مراكز مناجم الفحم والمنجنيز وأشياء أخرى، وأيضا خسرنا بعد هذا المناطق الصناعية في منطقة القنال ومعامل تكرير البترول في القنال ومعمل السماد في القنال. وكانت الأموال التي خصصت للدعم كانت تمكينا لنا على أن نسير وعلى أن نصمد اقتصاديا ضد مواجهات العدو. وبعد هذا اجتمعنا في آخر العام الماضي في الرباط، ولم ينجح مؤتمر الرباط كما كنا نريد، ولكنه ليس بداية محاولات العمل العربي الموحد وليس نهاية هذه المحاولات. أيها الإخوة، إننا نسعى دائما ونعمل دائما من أجل مبادئ الحرية في جميع أنحاء الوطن العربي، وحينما أعلنت بريطانيا أنها ستجلي قوتها من مناطق الخليج العربي وبهذا تتحرر جميع أراضي الأمة العربية، كلنا نشعر أن الأمة العربية قد حققت هدف كبير من أهدافها، وكنا نشعر أن الأمة العربية التي كافحت وناضلت طويلا تستطيع أن تقول الآن إنها تجني ثمار كفاحها ونضالها وتجني ثمار الدم الذي بذله أبناؤها. ولكننا نسمع في هذه الأيام أن الحكومة الجديدة في بريطانيا تريد أن تبقي قواعد عسكرية إنجليزية في منطقة الخليج العربي، وبهذا نشعر جميعا في كل أنحاء الأمة العربية أن بريطانيا تقف ضد تحرير الأمة العربية من الاحتلال الذي استمر سنوات طويلة في بلاد متعددة آخرها هي إمارات الخليج.
إننا أيها الإخوة نرفض رفضا قاطعا لكل محاولات حكومة المحافظين الإنجليزية في العودة إلى سياسة الوجود في الخليج العربي تحت ستار سياسة شرق السويس، وإننا نقول أن الأمة العربية إن الأمة العربية كلها ستناضل من أجل إخراج القوات الإنجليزية المحتلة من كل الأراضي العربية. إن بريطانيا اليوم تعود بسياسة استعمارية ظاهرة، فهي تريد أن تبقي قواتها في منطقة الخليج العربي، وفي نفس الوقت فإن بريطانيا تحاول أيضا في إفريقيا أن تقف ضد الحقوق المشروعة للشعب الإفريقي خصوصا في جنوب إفريقيا، وبهذا تعرض كل الحرية الإفريقية للخطر وتعرض كل الوحدة الإفريقية للخطر. وإننا نعلن أيضا من هذا المكان الاستنكار الشديد لمحاولة بريطانيا العودة إلى بيع الأسلحة إلى حكومة جنوب إفريقيا. إنها بهذا تستعمر الخليج العربي، وإنها بهذا تقف ضد حرية إفريقيا. أيها الإخوة المواطنون، إن نضال أمتنا العربية خلال هذا كله لم يكن يجري ولم يكن ممكنا أن يجري بمعزل عن العالم. العالم فيه الصديق لنا وفيه الصديق لعدونا، وإذا استطعنا أن نتذكر ما حدث من 1967 لغاية دلوقتي، يبقى من السهل علينا أن نعلم من هم الأصدقاء ومن هم أصدقاء إسرائيل. حينما نتذكر الأصدقاء الذين وقفوا معنا في محنتنا في الأيام الحالكة الظلام في سنة 1967، نقول إن أول هؤلاء الأصدقاء وأهمهم وأحقهم بشكرنا الدائم وعرفاننا غير المحدود هو الاتحاد السوفيتي الذي وعدنا في يوم 11 يونيو سنة 1967 في رسالة استلمتها من قادة الاتحاد السوفيتي بريزنيف وبودغورني وكيسيجي، إننا يجب ألا نيأس، وإن الاتحاد السوفيتي سيساعد بكل الوسائل بأن يمدنا مجانا بأسلحة بدل الأسلحة التي فقدناها في معارك سيناء. وكان هذا هو أول حجر في بناء قواتنا المسلحة، ومنذ الأيام الأولى بدأت هذه الأسلحة ترد إلينا من الاتحاد السوفيتي. وكان الجميع يقولون في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل إننا قد انتهينا، وأن لا فائدة ترجى من قواتنا المسلحة أو منا بعد الهزيمة التي حدثت في يونيو. وكان بعض قادة إسرائيل يقولون في هذا الوقت إنهم ينتظرون على التليفون حتى تأتيهم مكالمة من القاهرة أو من دمشق تبلغهم فيه أن الشعب قد صمم على الاستسلام، وأن القيادة في القاهرة أو القيادة في دمشق تسألهم عن شروط الاستسلام. إن الشعب قد صمد في هذه الأيام، الشعب المصري وشعوب الأمة العربية كلها رفضت الهزيمة، ولكن أيضا كنا نحتاج إلى الأسلحة التي ندعم بها قواتنا المسلحة. ولهذا حينما نقول إننا نشكر الاتحاد السوفيتي ونعبر له عن عرفاننا، نقول هذا لأن الاتحاد السوفيتي بعد أيام قليلة رغم هذه الكلمات ورغم هذه الأمان التي كان يريدها الأعداء أرسل إلينا الطائرات والدبابات والمدافع والأسلحة، وأعطانا الأمل الكبير في أننا سوف نصمد وسوف ننتصر بإذن الله. أيها الإخوة، وبعد هذا استطاعت إسرائيل أن تحصل على أسلحة جديدة بعد 67، حصلت على أسلحة جديدة من بريطانيا ومن أمريكا، وزادت قوتها عما كانت عليه في سنة 67،
وكان من الواضح لنا أن استعواض ما خسرناه في سنة 1967 فقط سيضعنا دائما تحت رحمة إسرائيل وتحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل. وتكلمنا مع الاتحاد السوفيتي في هذه الأمور، وعبر لنا قادة الاتحاد السوفيتي عن استعدادهم للدعم العسكري حتى نستطيع أن نبني الجيش الدفاعي ثم نبني الجيش الهجومي الذي يساعدنا في تحرير أراضينا المغتصبة. حينما أتكلم عن الاتحاد السوفيتي أقول أيضا إن الاتحاد السوفيتي ساعدنا في دعمه السياسي سواء في الأمم المتحدة أو في المجالات الدولية، حينما كانت أمريكا تساعد إسرائيل وتعاونها على أن تبقى في الأرض المحتلة. وحينما أتكلم عن الاتحاد السوفيتي أقول أيضا أن الاتحاد السوفيتي ساعدنا اقتصاديا، فحينما كان هناك نقص في بعض المواد الخام ولم يكن عندنا من العملة الصعبة ما يمكننا من أن نشتري المواد الخام من الأسواق الحرة التي تتعامل بالنقد الحر، طلبنا من الاتحاد السوفيتي أن يعطينا هذه المواد الخام الثمينة وفق اتفاقيات الدفع، فاستجاب إلينا الاتحاد السوفيتي. حينما نتكلم عن الاتحاد السوفيتي نقول إننا بعد هزيمة سنة 67 كان من الضروري لنا أن نتعلم، وكان لازم لنا جدا ونحن نحصل على أسلحة حديثة أن نستعين بالاتحاد السوفيتي حتى نتعلم كيف نستعمل هذه الأسلحة الحديثة. وعلى هذا الأساس طلبنا من الاتحاد السوفيتي الخبراء، ووافق الاتحاد السوفيتي على أن يعطينا الخبراء، وهؤلاء الخبراء يوجدون الآن في وحدات قواتنا المسلحة ويعملون بصورة أخوية وبصورة تعاون كامل مع قواتنا المسلحة. هم لا يقاتلون ولكنهم يعلمون ويعطون المشورة. أيها الإخوة، في يناير الماضي تعرضنا لغارات إسرائيلية في العمق، في المعادي، في حلوان، في أبو زعبل، في الخنك، في مناطق كثيرة متعددة، في هاكستيب، وكنا نسمع كل يوم التهديدات الإسرائيلية التي تقول إنهم أرادوا أن يقنعوا القوات المسلحة المصرية بأن إسرائيل قادرة على كل شيء، وأغاروا على القوات المسلحة بآلاف الأطنان من المفرقعات ومن قنابل الطائرات، ولكن القوات المسلحة لم تقتنع بأن إسرائيل قادرة على أن تفعل كل شيء، القوات المسلحة لم تطلب التسليم. فقالوا بعد هذا في تصريحات علنية نشرت في جميع أنحاء العالم، إذا كانت القوات المسلحة لم تقتنع فإننا على استعداد لأن نقنع الشعب ألا فائدة من الصمود وألا فائدة من القتال. وعلى هذا الأساس بدأت الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية في ضرب العمق وضرب المصانع كما ضربوا مصنع أبو زعبل، والاعتذار بعد هذا بأن ده كان غلط، ثم ضرب مدارس الأطفال زي ما ضربوا مدرسة بحر البار، وقالوا بعد كده إن الأمر إن الموضوع بهذا الشكل لم يكن موضوع مقصود. وفي الحقيقة في هذه الأيام كان دفاعنا الجوي في حاجة إلى تقوية وفي حاجة إلى دعم حتى نستطيع أن نواجه إسرائيل. إسرائيل أخذت الفانتوم في سنة 69، أخذت 50 طيارة فانتوم وأخذت 100 طيارة سكاي هوك. ليه؟ عشان يدافعوا عن نفسهم ولا علشان يهاجمونا؟ كان من الواضح أنهم أخذوا هذه الطائرات بالاتفاق مع الولايات المتحدة حتى يهاجمونا وحتى يهاجموا وحدتنا الاقتصادية وحتى يهاجموا المدن وحتى يهاجموا الأهداف الحيوية. والحقيقة وجدنا في هذه الأيام أن وسائلنا للدفاع الجوي لم تكن قادرة على أن توقف هذا التهديد الخطير الإسرائيلي الذي كانت تؤيده أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الأمر بالنسبة لنا
كقيادة أمر صعب جدا وخطير جدا، حيث أن الشعب كان معرض لتصعيد العمليات الإسرائيلية. في 22 يناير 1970 كنت أرسلت رسالة إلى قادة الاتحاد السوفيتي وقلت لهم إن أنا أريد أن أزور موسكو زيارة سرية لأعرض أستعرض معاكم الموقف الذي نواجهه ونتكلم في الموضوع. 22 يناير ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي وأنا اللي طلبت منهم أن تكون الزيارة سرية، وقعدنا 4 أيام في أحاديث مستمرة مع قادة الاتحاد السوفيتي. ووجدت من قادة الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام كل اهتمام بسلامة الشعب المصري في مدنه وفي قراه، واهتمام بألا يتعرض الشعب المصري لغارات العدو، واهتمام بأن تكون مصر قادرة على الدفاع عن أرضها بكل وسيلة من الوسائل. وبعد هذا صدر قرار من قيادة الاتحاد السوفيتي بأن الاتحاد السوفيتي سيساعدنا بكل ثقله في الدفاع عن وطننا ضد غارات العمق، وضد التهديد الذي يتعرض له المدنيين، وضد التهديد الذي تتعرض له الأهداف الاقتصادية. وأبلغوني في زيارتي في يناير أن كل هذا الدعم المطلوب لنا سيصل في مدة لا تزيد عن 30 يوم، وقد أوفى الاتحاد السوفيتي بوعده. وبهذا ولهذا فإننا نذكرهم أيضا بالشكر والعرفان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعطي إسرائيل كل ما تريد من أسلحة الدمار ومن الأسلحة المطلوبة للحرب الإلكترونية. ونحن نرى الآن أن الغارات من إبريل الماضي، الغارات اللي كانوا بيتبجحوا بيها الإسرائيليين ويقولوا كل يوم أن قوتهم الجوية تضرب في العمق وستضرب، في يوم 2 فبراير بعد عودتي من الاتحاد السوفيتي استلمت عن طريق وزارة الخارجية تهديد من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن نقبل وقف إطلاق النار كما صدر في سنة 1967، وألا نربط قرار وقف إطلاق النار بالانسحاب. وإن لم نقبل هذا فإن غارات العمق الإسرائيلية علينا، على المدن وعلى الأهداف الاقتصادية ستزيد. ومن هذا كان يتضح التواطؤ الكامل بين إسرائيل وما تطلبه إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد هذا حينما وصلت المعدات الحديثة إلى مصر وجدنا حالة هستيرية عند إسرائيل وعند أمريكا وعند أصدقاء إسرائيل، وكان الكلام إزاي الاتحاد السوفيتي يدي وحدات صاروخية دفاعية لمصر عشان تمنع الطيارات الفانتوم الأمريكية من أنها تضرب الأهالي وتضرب العمال. وكانت الجرائد والصحف الأمريكية والبريطانية والغربية عموما تعتبر أن هذا قد يخل بالتوازن، توازن القوى في الشرق الأوسط، وكان المفروض بهذا التوازن أن تبقى إسرائيل متفوقة وأن تستطيع إسرائيل أن تضرب أي بقعة في الأرض المصرية. ولم يذكر أي واحد، ولم تذكر أي مجلة ولا أي جريدة في أمريكا إن إسرائيل عندها 72 قواعد صاروخية، قاعدة صاروخية للدفاع الجوي، منهم 24 قاعدة صاروخية من صواريخ تراز هوك وصلت في السنة اللي فاتت. معنى هذا ايه؟ هل من حق اسرائيل انها تحصل من امريكا على صواريخ للدفاع الجوي وليس من حقنا نحن الذين نتعرض للعدوان ولغارات الطائرات الفانتوم التي استلمتها اسرائيل في سنة 69 وطائرات السكاي هوك ان ندافع عن نفسنا؟ طبعا كل واحد مننا كان ينظر الى هذه الامور
وكان أشعر أن الخطط التي تدبر لنا حتى تنهار جبهتنا الداخلية وحتى نقبل الاستسلام، هذه الخطط تنهار والصمود يقوى. أيها الإخوة، برضو حينما نتكلم عن الاتحاد السوفيتي أذكر أننا كنا في الاتحاد السوفيتي منذ عدة أيام، وكانت هناك في هذه الأوقات تصريحات صحفية كثيرة من أمريكا ومن إسرائيل وتهديدات وتنبؤات. الحقيقة هذه التصريحات وهذه التهديدات لم تؤثر أبدا على جو المحادثات، ولكني وجدت في الاتحاد السوفيتي ومن قادة الاتحاد السوفيتي كل تصميم على أن نعمل بكل الوسائل من أجل استعادة الأراضي المحتلة. وقالوا أن المحادثات طالت وأن هذه المحادثات التي طالت لابد أنها تعثرت. الحقيقة نحن عقدنا 4 جلسات وكان التفاهم كامل بيننا وبين قادة الاتحاد السوفيتي، ولكن السبب الوحيد لطول المحادثات كما نشر في الأهرام أنني ذهبت إلى أحد المصحات لإجراء فحوص طبية، إن آخر مرة كنت هناك سنة 68. أما المحادثات وأما العلاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيتي لا زالت كما كانت، بل هي أقوى مما كانت عليه. وأنا أقول لكم أنني أعود من الاتحاد السوفيتي وأشعر بالرضا الكامل عن نتيجة المحادثات التي جرت مع قادة الاتحاد السوفيتي. حينما نتكلم عن الأصدقاء يجب أن نذكر أيضا الدول الاشتراكية التي وقفت إلى جانبنا بعد 1967. هذه الدول وقفت في جانبنا سياسيا واقتصاديا، وقفت في جانبنا في المحافل الدولية، وقفت في جانبنا في كل موقف من مواقفها الدولية، وأعلنت جميعها قطع علاقتها مع إسرائيل على أساس أن إسرائيل معتدية ولا تريد الانسحاب من الأراضي المحتلة. وكنا دائما نشعر بالشكر للدول الاشتراكية على هذه المواقف النبيلة التي وقفتها تجاه النضال العادل للأمة العربية في سبيل استرداد أراضيها وفي سبيل القضاء على العدوان الذي وقع في سنة 1967. لا تصميم على أن نعمل بكل الوسائل من أجل استعادة الأراضي المحتلة. وقالوا أن المحادثات طالت وأن هذه المحادثات التي طالت لابد أنها تعثرت. الحقيقة نحن عقدنا 4 جلسات وكان التفاهم كامل بيننا وبين قادة الاتحاد السوفيتي، ولكن السبب الوحيد لطول المحادثات كما نشر في الأهرام أنني ذهبت إلى أحد المصحات لإجراء فحوص طبية، إن آخر مرة كنت هناك سنة 68. أما المحادثات وأما العلاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيتي لا زالت كما كانت، بل هي أقوى مما كانت عليه. وأنا أقول لكم أنني أعود من الاتحاد السوفيتي وأشعر بالرضا الكامل عن نتيجة المحادثات التي جرت مع قادة الاتحاد السوفيتي. حينما نتكلم عن الأصدقاء يجب أن نذكر أيضا الدول الاشتراكية التي وقفت إلى جانبنا بعد 1967. هذه الدول وقفت في جانبنا سياسيا واقتصاديا، وقفت في جانبنا في المحافل الدولية، وقفت في جانبنا في كل موقف من مواقفها الدولية، وأعلنت جميعها قطع علاقتها مع إسرائيل على أساس أن إسرائيل معتدية
ولا تريد الانسحاب من الأراضي المحتلة. وكنا دائما نشعر بالشكر للدول الاشتراكية على هذه المواقف النبيلة التي وقفتها تجاه النضال العادل للأمة العربية في سبيل استرداد أراضيها وفي سبيل القضاء على العدوان الذي وقع في سنة 1967. حينما نتكلم عن الأصدقاء فلا بد لنا أن نذكر الدول غير المنحازة. نذكر موقف الرئيس تيتو ويوغوسلافيا حينما أعلنت يوغوسلافيا قطع العلاقات السياسية بينها وبين إسرائيل بعد العدوان. ونذكر أيضا أن يوغوسلافيا وقفت معنا سياسيا وساعدتنا سياسيا في كل المحافل الدولية ونادت دائما في كل مناسبة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وكانت زيارة الرئيس تيتو في أوائل هذا العام تعبير عن التفاهم والتضامن الكامل بين البلدين. حينما نتكلم عن الدول الغير منحازة يجب علينا أيضا أن نذكر الهند وموقف رئيسة وزراء الهند السيدة إندرا غاندي منذ أول يوم. الهند ليس لها علاقات مع إسرائيل والهند وقفت معنا سياسيا في كل المحافل الدولية. حينما نتكلم أيضا عن الدول غير المنحازة يجب أن نذكر موقف ميسيس باندرانايكا بعد حصولها إلى الحكم. إنها أعلنت أن سيلان تقف إلى جانب الأمة العربية وإنها لن تستمر في إقامة علاقات سياسية مع إسرائيل لأن إسرائيل معتدية وترفض الانسحاب. أيضا يجب علينا أن نذكر الدول الإفريقية ونذكر موقف الرئيس نيريري في تنزانيا حينما أعلنت تنزانيا أنها تساند الشعب العربي من أجل استرداد حقوقه وأنها تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة. نذكر أيضا موقف الرئيس بوكاسا حينما زار القاهرة وأعلن أن بلاده ستعمل من أجل إثارة أزال أثار العدوان. نذكر الرئيس كوتوري وغينيا حينما قطعوا علاقتهم مع إسرائيل وأعلنوا تضامنهم مع الأمة العربية من أجل إزالة أثار العدوان. أيها الإخوة حينما نتكلم أيضا عن إفريقيا يجب أن نذكر ثورة الصومال التي قامت من أجل تحرير الصومال وأعلنت تضامنها مع الأمة العربية والصومال رفضت أن تقيم أي علاقات مع إسرائيل. حينما نتكلم عن الأصدقاء حينما نتكلم عن العالم يجب أن نذكر أن هناك بعض الدول في العالم الغربي بدأت ترى الصورة على حقيقتها واستطاعت أن تتخلص من دعايات إسرائيل وادعاءات إسرائيل ومن محاولة إسرائيل بأن تظهر أمام العالم بأنها الدولة الشهيدة التي تتعرض للعدوان من العرب. ونذكر موقف فرنسا الذي أعلنه الرئيس بومبيدو وقال أن فرنسا تريد السلام القائم على العدل ولهذا لا بد من انسحاب القوات المعتدية من الأراضي المحتلة. ونذكر قول الرئيس بومبيدو أن فرنسا لن ترفع الحظر على تصدير السلاح لإسرائيل لأن إسرائيل معتدية وقوله أن الوقت يعمل في غير صالح إسرائيل. أيها الإخوة نذكر أيضا القوى التقدمية في العالم الغربي
التي بدأت تشعر بالقضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين في أرضه وفي بدله وفي بلده، وحق شعب فلسطين في أن يقاتل ويناضل من أجل حريته ومن أجل أن يستعيد بلاده التي طرد منها في سنة 1948. حينما نتكلم عن الأصدقاء نذكر أيضا أن إسرائيل لا تطيق أي شخص محايد يقول الحقيقة، ولا أصدقاء إسرائيل أبدا لا يمكن لهم أن يقبلوا كلمة إنصاف من أي شخص محايد في هذا العالم. وكلنا نذكر في الأيام الأخيرة كيف هاجمت إسرائيل أوسامة الأمين العام للأمم المتحدة لمجرد أنه وصف إقامة صواريخ مصرية على الضفة الغربية للقناة بأنه عمل دفاعي مشروع. هوجم في صحف أمريكا وهوجم في صحف إسرائيل. هناك تغييرات كثيرة، وهناك أصدقاء لنا وهناك أصدقاء للعدو، وهناك أيضا في داخل إسرائيل نفسها من يرى أن الزمن يسعى ضد مصالح إسرائيل، وهناك أيضا في إسرائيل التي رقصت كلها يوم 9 يونيو سنة 1967 بعد رقصوا في الشوارع لغاية الصبح على أساس أننا قد انهرنا. الآن نجد في إسرائيل الذين كتبوا نلقاكم في قوائم الضحايا على قناة السويس، الطلبة اللي خرجوا من الجامعات والطلبة اللي خلصوا دراستهم واخدينهم للتجنيد، كان كل واحد فيهم بيقول للتاني نلقاكم في قوائم الضحايا على قناة السويس. الموقف فعلا الموقف والزمن يسير في صالح العرب. نحن نشعر بالصمود، نشعر بالتفاؤل، نشعر بأننا كل يوم نزداد قوة، نشعر بأن الرأي العام العالمي وكثير من الأحرار في كل مكان استطاعوا أن يفهموا القضية، واستطاعوا أن يكشفوا دعايات إسرائيل، واستطاعوا أن يكشفوا تضليل إسرائيل، واستطاعوا أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل بلا قيد ولا شرط، وأن ما يكتب في الولايات المتحدة ليس أبدا بالقول الذي يريد السلام القائم على العدل، ولكن ما يكتب في صحف الولايات المتحدة الأمريكية ليس إلا التعبير عن رغبة أمريكا في أن ترى إسرائيل وقد احتلت أكبر جزء من الأراضي العربية، وقد استطاعت أن تخضع الأمة العربية كلها لتستسلم. أيها الإخوة، حينما ننظر إلى الموقف اليوم أيضا يجب أن نتذكر المظاهرات التي قامت في تل أبيب والتي قامت في القدس المحتلة. وأنا أذكر بعض الأخبار التي كتبت عن أن إسرائيل كانت ترى السلام قرب يديها في سنة 1967، ولكنها الآن ترى نفسها في طريق مسدود. هناك في إسرائيل مظاهرات في تل أبيب وفي القدس المحتلة، هناك في إسرائيل الشباب الذي يرى في قادته اليوم التعصب العنصري الذي يريد أن يفرض الحرب باستمرار. هناك في إسرائيل بعض الناس اللي ما صدقوش أبدا الكلام إن العرب هيدبحوا اليهود ويرموهم البحر، ولأنهم تذكروا إن اليهود عاشوا معانا هنا آلاف السنين، وإنهم لم يتعرضوا في أي يوم من الذبح إلى الذبح ولا إلى الاضطهاد. ولكن سبب الموقف الذي نحن فيه الآن هو أن إسرائيل احتلت فلسطين وطردت الشعب العربي الفلسطيني من أرضه، وأنكرت حقوق شعب فلسطين، وصممت على أن تتبع سياسة القوة من أجل إرهاب الشعب العربي بقتل الأطفال والنساء. أيها الإخوة المواطنون، ذلك كله لا يجب أن ينسينا طبيعة العدو وتكوين العدو وطبيعة أصدقاء العدو ومطامع أصدقاء العدو. يجب علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يريد العدو. طبعا واضح من تصريحات قادة إسرائيل منذ 67 حتى الآن أن العدو يريد التوسع، وعلى هذا الأساس
فهو لا يريد بأي حال من الأحوال أن يطبق قرار مجلس الأمن. العدو رفض تطبيق قرار مجلس الأمن. العدو حينما كان يارنج يتصل بنا ويسألنا أسئلة كنا نجاوب على هذه الأسئلة، وحينما كان يذهب إلى إسرائيل ويسألها الأسئلة كانت إسرائيل ترفض أن تجاوب على هذه الأسئلة، ولكن قادة إسرائيل كانوا يقولون ليارنج إن إسرائيل مستعدة لأن تجاوب على هذه الأسئلة على مائدة المفاوضات مع العرب. العدو يريد التوسع. قادة إسرائيل بعد 67 قالوا تصريحات كبيرة. ديان قال إن حدود 48 عملها الجيل بتاعنا يعني بتاع ديان، والحدود اللي وصلنا إليها سنة 67 هي الحدود اللي عملها الجيل اللي يأخذ المسؤولية في الوقت الحاضر، وعلى الجيل الجديد أن يعمل على أن يستعيد إسرائيل كلها. وقال إنما طالما هناك توراة فهناك أرض التوراة، ويقصد بأرض التوراة ملك فلسطين كلها وأجزاء من الأمة العربية من النيل إلى الفرات. هناك من أعلن في إسرائيل من قادة إسرائيل، وزير المواصلات قال إن حدود إسرائيل هي من النيل إلى الفرات، وإن خرطة إسرائيل هي الخرطة اللي عملها هرتزل في من أكثر من 70 سنة. هذه الخرطة بتبتدي من فرع دمياط لغاية ما توصل إلى العراق، تأخذ أجزاء كبيرة من سوريا ولبنان والأردن والسعودية. ده اللي يريده العدو. العدو رفض من سنة 67 لغاية دلوقتي أن يذكر كلمة الانسحاب، أن يذكر مجرد كلمة الانسحاب. وحينما كانوا يجاوبون على الأسئلة بطريقة عايمة كانوا يقولوا بدل الانسحاب إعادة توزيع القوات الإسرائيلية. إشكول لما كان رئيس وزارة ادى حديث لمجلة نيوزويك وقال انه هيرجع بعض المدن للعرب، وبعد هذا تعرض لنقد شديد واضطر الى ان ينفي هذه التصريحات. كل هذا يدل على ان اسرائيل تريد ان تتوسع على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب الشعب العربي. ماذا يريد العدو؟ العدو يريد التوسع على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب الشعب العربي. وهذه هي طبيعة العدو التي يجب علينا ألا ننساها ونحن في هذه المرحلة من نضالنا ومن قتالنا. ماذا يريد العدو؟ العدو يريد ألا نحصل على أي أسلحة ويحصل هو على كل الأسلحة. العدو يريد بوقاحة سماء مفتوحة في مصر تستطيع طائراته أن تعمل فيها بحرية كاملة. العدو يريد سماء مفتوحة فوق منطقة الجبهة في قناة السويس. العدو يستعدي علينا الولايات المتحدة الأمريكية، وينضم إليه أيضا قادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويدوله كل ما يطلب من معدات إلكترونية أو معدات عسكرية حتى لا ندافع عن أراضينا، حتى لا ندافع عن أبنائنا ضد الغارات الإسرائيلية. العدو يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تتعاون تعاون كامل مع إسرائيل. من أسبوعين بعد تساقط طائرات الفانتوم الإسرائيلية أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر تعويض إسرائيل عن الخسائر اللي لحقت بها بثمن طائرات فانتوم،
وأعلن أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية عن تسليم إسرائيل 130 جهاز إلكتروني جديد يمكنهم من عرقلة دفاعنا الجوي ضد الطائرات. الحقيقة هناك نوع جديد من الحرب يجري الآن ولأول مرة في التاريخ، وهو الحرب الإلكترونية. بيقولوا إن إسرائيل عندها تفوق تكنولوجي، وإسرائيل استطاعت بالتفوق التكنولوجي إنها تحصل على النصر في سنة 1967، وكانوا بهذا يريدون تغطية التواطؤ الأمريكي في هذا الوقت. قبل 1967 استطاعت إسرائيل أن تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على كل معدات الحرب الإلكترونية التي تستعمل لإعاقة أجهزة الرادار ولإعاقة الصواريخ ولتحديد مكان محطات الرادار ولتحديد مكان محطات الصواريخ وللتشويش على الاتصالات اللاسلكية إلى آخر هذه الأمور. ده حصلت عليه سنة 67. قالوا في الجرائد إن الحاجات دي كانت نتيجة المهارة الإسرائيلية والتكنولوجيا الإسرائيلية، ولكن ظهر بعد هذا أن كل هذه المعدات حصلت عليها إسرائيل في صناديق كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة العدو يحاربنا الآن معتمد على كل ما يوجد في الترسانة الأمريكية من أسلحة ومن معدات، والحرب اللي بنواجهها نحن الآن هي أول حرب من نوعها في تاريخ الحروب، لأن هذه الحرب مش مبنية على الأسلحة التقليدية اللي استخدمت في الحرب اللي فاتت، وليست مبنية على الأسلحة التقليدية اللي استخدمت في حرب كوريا، وليست مبنية أيضا على الطريقة اللي استخدمت بيها الحرب في فيتنام. طبعا لاختلاف طبيعة الأرض عننا عن طبيعة الأرض في فيتنام، والحرب أساسا مبنية على التفوق الجوي والحرب الجوية زائد استخدام الأجهزة الإلكترونية اللي مش موجود منها إلا عند أمريكا في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. ونحن استطعنا رغم كل هذه المعدات، وإحنا ما كانش عندنا أي شيء من هذه المعدات، وكان ما ينشر عن معدات الحرب الإلكترونية قبل 67 كانت أشياء قليلة، وبالنسبة للعالم كله ما كانش في حرب سميت الحرب الإلكترونية قبل الحرب اللي وجدت الآن على قناة السويس. إذا الحرب الآن حرب معقدة وحرب ضارية، ولكن استطاعت قواتنا المسلحة رغم كل هذه المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية إنها تصمت، واستطاعت أيضا أن تجد الأساليب التي تواجه بها الحرب الإلكترونية. وبالطبيعي حينما تحصل إسرائيل على هذه المعدات الحديثة الإلكترونية، نحن لا نستطيع أن نصنع هذه المعدات، ولا بد لنا من الحصول على هذه المعدات، وبهذا نستطيع فعلا أن نواجه الحرب الإلكترونية مواجهة متساوية. إننا 67 ما استطعناش أبدا أن احنا نواجه الحرب على أساس متعادل أو على أساس متساوي، وإن أمريكا بإعطائها المعدات الإلكترونية السرية لإسرائيل ساعدت إسرائيل على أن تحرز الانتصار السريع في حرب الأيام الست. أيها الإخوة، ونحن الآن نتكلم عن الموقف الحالي، ماذا يريد العدو برضه؟ العدو يريد زيادة أسلحته. استطاعوا السنة اللي فاتت سنة 69 أنهم يجيبوا 150 طيارة فانتوم وسكاي هوك، واستطاعوا فعلا أنهم يكرسوا التفوق الجوي. ما جابوش بس الطيارات، ولكن جابوا أيضا الطيارين. وكلنا نعلم أن في يهود من أمريكا يعملوا في إسرائيل ويحملوا الجنسية الأمريكية والجنسية الإسرائيلية،
وأن هناك أحد الطيارين اللي أسروا أصلا له جنسية أمريكية وجنسية إسرائيلية، أو كان في وصل إسرائيل من حوالي 8 سنين، وفي ناس وصلوا قبل 67 وفي ناس وصلوا بعد 67. النهاردة إسرائيل عايزة تفوقها الجوي يشتد ويزيد، ولهذا طالبين تاني 125 طيارة من الولايات المتحدة الأمريكية. لما كانت جولدا مائير في أمريكا وقبلة نيكسون طلبت 25 طيارة فانتوم و100 طيارة سكاي هوك، وطلبت معدات أخرى، ونحن نعلم عن المعدات الأخرى أنها تشحن كل يوم، يشحن إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية المدافع ذاتية الحركة والدبابات وجميع أنواع الأسلحة. بعد إسقاط الطائرات الفانتوم أعلن برضو في أمريكا أن بعد إسقاط الطائرات الفانتوم ب 48 ساعة شحنت معدات إلكترونية حديثة جدا إلى إسرائيل حتى تساعدها في التغلب على المشاكل التي تقف أمامها حينما تحاول الإغارة على الجبهة المصرية في قناة السويس. رغم كل هذه المساعدات، ورغم أن إسرائيل أعلنت أنها تعمل بكل الوسائل على تفتيت حشد القوات المسلحة المصرية وعلى منع تجمعات القوات المسلحة المصرية من أن تستعد لعبور القناة وعلى منع تدريب القوات المسلحة المصرية، رغم هذا فإن برامج التدريب للقوات المسلحة المصرية صارت في طريقها، رغم هذا أن حشود القوات المسلحة المصرية المقتلة موجودة في أماكنها، رغم هذا الروح المعنوية للقوات في الجبهة روح معنوية عالية جدا. وأنا في زيارتي الأخيرة إلى الجبهة وشفت بعض الطائرات وهي بتضرب بعض المواقع، وكان العساكر في الوقت ده طالعين برا الخنادق واقفين يتكلموا معايا، والضباط كان كل واحد بيقول لي امتى هنعدي القنال، امتى هنحرر أرضنا اللي احتلتها إسرائيل. رغم هذا استطعنا أن نصمد، وعلينا أن نبني قواتنا المسلحة، وعلينا أن نحشد كل شيء من أجل المعركة، لأن المعركة هي الأمل الكبير لنا حتى نتمكن من التغلب على العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة. أيها الإخوة، لابد أن نكون على استعداد لكل شيء، لابد أن نكون على استعداد حينما تحصل إسرائيل على 125 طيارة فانتوم وسكاي هوك من أمريكا، لابد أن نكون على استعداد لأن نواجه الحرب الإلكترونية، لابد أن نكون على استعداد لأن نواجه جميع أنواع الأسلحة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. يجب في نفس الوقت أن نحاول بكل قوانا وبكل طاقة ضغط يمكن أن تملكها الأمة العربية، نحاول أن نوقف تدفق أدوات الحرب الحديثة إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. هدفنا في هذه المرحلة هدف مزدوج، نحن نحاول تزويد أنفسنا بما نحن في حاجة إليه للدفاع عن بلادنا ولتحرير أرضنا المحتلة، وفي نفس الوقت يجب أن نكشف دعايات إسرائيل ومحاولات إسرائيل في التوسع، ويجب أن نوقف التدفق المخيف من المعدات على إسرائيل، وده موضوع لا نرى فيه تجاوز. احنا أراضينا احتلت، وإحنا بلدنا تعرضت للغارات الجوية،
يجب أن نحصل على كل ما يمكننا من الدفاع عن بلدنا وتحرير أراضينا. إحنا لسنا قوة عدوان، نحن طلاب حق، نحن نواجه الاحتلال الإسرائيلي، نحن نشعر أن مصيرنا في الميزان. لسنا قوات غزو. إسرائيل كل يوم وجرائد أمريكا كل يوم بيقولوا إن مصر تستعد لغزو إسرائيل عبور قناة السويس وغزو إسرائيل. طبعا هذا الكلام بيضللوا بيه مين؟ بيضللوا بيه الشعوب اللي مش عارفة إن سيناء جزء من مصر، ولكن بيقولوا يجب أن نعطي إسرائيل السلاح لأنها مهددة بالغزو. نحن لسنا قوة غزو ولكننا طاقة تحرير، تحرير أراضينا. وهذا ما يجب أن يفهمه كل الناس، وتفهموا كل الأطراف، وتفهموا كل الشعوب. ويجب أن نعلم، ويجب أن نعلن ونصمم على أن هذه الأمة لن تفرط في أرض وذلك لا يملكه إنسان. إننا نسعى إلى تحرير كل الأرض المحتلة، ولا يمكن لنا أن نفرط في أي قطعة من هذه الأرض. يجب أن نعلن أيضا بأعلى صوتنا أن هذه الأمة لن تفرط في حق مشروع، وذلك يجب أن يفهمه كل إنسان. أيها الإخوة، أنا بقول هذا الكلام لأننا دهشنا حينما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون التصريح الأخير وقال فيه إن العرب يريدون إلقاء إسرائيل في البحر، وإسرائيل مش مهددة العرب ولا تريد إلقائهم في البحر. حقيقة كان تصريح غريب. حقيقة ما حدش كان بيقول هذا الكلام طوال الأيام الماضية إلا الدعاية الإسرائيلية والدعاية الصهيونية. والحقيقة هذه فرصة إن أنا أقول إن يجب على الرئيس نيكسون أن يعرف ما هو أصدق من ذلك. يجب أن يعرف أن إسرائيل هي التي تهدد العرب، وهي التي شردت العرب. إسرائيل هي اللي ألقت بمئة مليون عربي في بحر من الرمال، ألقتهم إلى شرق الأردن وحولتهم إلى لاجئين. النهاردة في نغمة جديدة، نغمة تعرض إسرائيل للعدوان، نغمة إسرائيل الشهيدة. وده يمكن موضوع بيطمننا. بعد 67 كانت نغمة الغرور ونغمة الضرب، هنضرب، وإن الجيش الإسرائيلي جيش لا يهزم، وإن الحرب دي أنهت كل الحروب، وإن العرب لن يستطيعوا بناء القوات المسلحة. نغمة النهاردة بقالها 3 أشهر، إسرائيل الشهيدة، إسرائيل المهددة. ميزان القوة يجب أن لا يختل، يجب أن يبقى في يد إسرائيل حتى لا تعرض إسرائيل للإبادة. الحقيقة وراء ده كله إيه؟ وراء ده كله تشجيع إسرائيل حتى تستمر في احتلال الأراضي العربية، وحتى تغير يوميا على الدول العربية. بيحصل أيام أن بتقوم غارات، بتكون هناك غارات جوية على مصر وعلى سوريا وعلى الأردن وعلى مصر وعلى سوريا وعلى الأردن وعلى لبنان. يعني فكيف تكون هذه العمليات العدوانية، وكيف يتفق هذا مع ما يقال من أن إسرائيل معرضة للإبادة ومعرضة للقتل. هذه الأمة كما قلت لن تسلم في أي قطعة من الأرض، وهذه الأمة كما قلت لن تسلم في حق، مهما تدفق السلاح الأمريكي ومهما تدفقت المعدات الإلكترونية. هذه الأمة ليست خارجة لعدوان وليست خارجة لغزو، ولكن هذه الأمة العربية تطالب بأراضيها المحتلة، وتطالب بحقوق شعب فلسطين، حقوق شعوبها التي اغتصبتها إسرائيل. ويجب أن يكون ذلك كله واضحا لجميع الأطراف، لأن النتائج التي يمكن أن تترتب عليه نتائج خطيرة. أيها الإخوة، كان من هذا المنطق النداء الذي وجهته للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في خطاب أول مايو. أنا قلت في هذا الخطاب
في رسالتي الموجهة للرئيس نيكسون، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا السلام في الشرق الأوسط، فعليها أن تطالب إسرائيل بالانسحاب وفق قرار مجلس الأمن، ونحن نعتقد أن ذلك في طاقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتمر إسرائيل بأمرها لأنها تعيش على حسابها. كل هذا كان هذا هو المطلب الأول في ندائي إلى الرئيس الأمريكي نيكسون. ثم قلت له: إذا لم يكن ذلك في طاقة الولايات المتحدة الأمريكية فنحن على استعداد لتصديقها مهما كانت آراؤنا، ولكننا في هذه الحالة نطلب طلبا واحدا هو بالتأكيد في طاقة أمريكا، وذلك الطلب هو أن تكف عن أي دعم جديد لإسرائيل بينما هي تحتل أراضينا. وقد وجهت هذا النداء إلى الرئيس ريتشارد نيكسون، ووجهناه بإحساس كامل بالمسؤولية فيما يمكن أن يترتب على تردي السياسة الأمريكية في المساندة غير المشروطة لإسرائيل، خصوصا بأسلحة الحرب الحديثة وفي مقدمتها الطائرات والمعدات الإلكترونية. في 19 يونيو الماضي تلقينا ردا من الولايات المتحدة الأمريكية. تلقى هذا الرد وزير الخارجية المصري من وزير الخارجية الأمريكي. وينبغي أن أقول أمامكم بكل أمانة أننا لم نجد في هذا الرد جديدا. سمي هذا الرد مبادرة سلام، وهو في الحقيقة ليس إلا مجرد عملية إجراءات. لا نظن أنها سوف تصل إلى جديد بسبب موقف إسرائيل وحماقته. طبعا هذا الموقف الذي تتصلف فيه إسرائيل وتعلن أنها ترفض قرار مجلس الأمن وتعلن أنها تريد أن تتوسع، مبني أساسا على المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قالت وأعلنت أن هذه المبادرة مبادرة سلام، والواضح أنها ليست بالشيء الجديد. قالوا أنها مشروع لحل الأزمة، ونحن نرى أن المبادرة الأمريكية قاصرة تماما عن حل الأزمة، طبعا إلا إذا كان هناك موقف أمريكي حازم بالنسبة لتزويد إسرائيل بالأسلحة الحديثة. طالما إسرائيل تحصل من أمريكا على الأسلحة الحديثة وعلى المعدات الإلكترونية، فلن يكون هناك سبيل ولو ضيق جدا إلى حل هذه الأزمة. هي استمرار أمريكا في سياستها اللي اتبعتها قبل 67 وبعد 67 يعرض فعلا المنطقة التي نعيش فيها إلى مخاطر كثيرة. إن المبادرة الأمريكية التي وصلت إلينا جواب من وزير خارجية أمريكا إلى وزير الخارجية المصري، بيقول في هذا الجواب: الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم بالمقترحات الآتية: ألف، أن توافق مصر وإسرائيل على العودة إلى وقف إطلاق النار لفترة محدودة 3 أشهر. هنا بيقولوا مصر وإسرائيل بس، على أساس أن مصر هي الدولة الوحيدة اللي أعلنت إنهاء قرار وقف إطلاق النار اللي أصدره مجلس الأمن في يونيو 67، وأنا أعلنت أن إحنا لا يمكن أن نقبل قرار وقف إطلاق النار إلى الأبد، وطالما إسرائيل لم تقبل قرار الأمم المتحدة الخاص بانسحابها من الأراضي المحتلة لا نستطيع أن نستمر في قرار وقف إطلاق النار، وأعلننا حرب الاستنزاف. فأمريكا تقترح أن توافق مصر وإسرائيل على العودة إلى وقف إطلاق النار لفترة محدودة، وحددت الفترة المحدودة ب3 أشهر. ثم اقترحت أمريكا بعد هذا أن يعود السفير يارينج إلى استئناف عمله وفق قرار مجلس الأمن، على أساس
أن توافق مصر والأردن وإسرائيل على: أولا، تنفيذ قرار مجلس الأمن سنة 1967 بكل أجزائه بالتوصل إلى اتفاق حول إقامة سلام عادل ودائم مستندا إلى الإقرار من جميع الأطراف بالسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال لكل دولة. اثنين، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة خلال نزاع عام 1967 وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في نوفمبر سنة 67. بعض الدول فسرته تفسيرات مختلفة، ولكن القرار ينص في مقدمته بأنه يؤكد عدم إمكانية الحصول على أرض بواسطة الحرب. ثم تنتهي المقترحات الأمريكية المطالبة باحترام وقف إطلاق النار من أول يوليو اللي احنا فيه ده حتى أول أكتوبر. بالنسبة لموضوع عودة السفير يارنج إلى المنطقة، لم نكن نحن الذين تسببنا في فشل مهمة يارنج، وإنما تسبب في فشلها عدونا إسرائيل الذي لا يريد السلام ولكنه يريد التوسع. بالنسبة أيضا للاقتراح الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن بكل أجزائه، كنا دائما نطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن، وطلبنا من السفير يارنج أن يضع جدولا زمنيا للانسحاب، ولكن العدو إسرائيل هو الذي عرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن، لأن إسرائيل لا تريد السلام ولا تريد الانسحاب وإنما تريد التوسع. بالنسبة لقرار وقف إطلاق النار، لم نكن نحن الذين بدأنا فعلا بإطلاق النار، ده موضوع بينكروه الآن في كل حتة وما بيجيبوش سيرته. أيام إسرائيل ما كانت بتضربنا بعد 67 وبتضرب السويس والإسماعيلية والمدنيين، ما حدش في هذا الوقت قال إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار. لم تنزعج أمريكا ولم ينزعج أي مسؤول أمريكي. لم نكن نحن الذين بدأنا بإطلاق النار، والحقيقة أن العدو هو الذي لم يلتزم في أي وقت من الأوقات بوقف إطلاق النار، وفي ظروف كانت صعبة بالنسبة لنا ولم نكن نحن فيها قادرين على مواجهة النار بالمثل. كلنا نعرف أن معركة الحرب الأيام الستة سنة 67 لم تصب فيها مدن القناة ولا بطلقة واحدة، ولكن مدن القناة أصيبت كلها في ظل قرار وقف إطلاق النار، وهو قرار لم يلتزم به العدو. أما الاقتراحات الأمريكية اللي بتقول إقرار الأطراف بالسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال لكل دولة والانسحاب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كل هذا الكلام جه في قرار مجلس الأمن سنة 1967. ما نقرا قرار مجلس الأمن اللي رفضته إسرائيل واللي رفضت تنفيذه واللي يارنج حاول ينفذه بكل وسيلة من الوسائل ويأس أخيرا وذهب إلى مقر عمله في موسكو. قرار مجلس الأمن بيقول إن مجلس الأمن وهو يعرب عن اهتمامه المستمر بالموقف الخطير في الشرق الأوسط ويؤكد عدم إمكانية الحصول على أراضي بواسطة الحرب وضرورة العمل من أجل إقامة سلام عادل دائم يمكن لكل دولة بالمنطقة أن تعيش في ظله في أمان، ويؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها لميثاق الأمم المتحدة قد أخذت على عاتقها العمل على عاتقها الالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق. أولا، يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، ينبغي أن يتضمن تطبيق كل من المبدئين التاليين: ألف، انسحاب القوات الإسرائيلية
من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير، به إنهاء كل دعاوي أو حالات الحرب والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها وبحقها في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها متحررة من التهديدات أو أعمال القوة. هم دول يعني بالضبط هم النقطتين اللي جم في الاقتراحات الأمريكية. قرار مجلس الأمن بيقول يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلا خاصا يتوجه إلى الشرق الأوسط لإقامة واستمرار اتصالات مع الدول المعنية من أجل الوصول إلى اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية مقبولة وفقا لنصوص ومبادئ هذا القرار. يطلب من السكرتير العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تقدم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص في أقرب وقت. الحقيقة لسنا نعرف ما هو هدف المبادرة الأمريكية الجديدة وما هي الطاقة التي تستطيع بها أمريكا التأثير في الموقف. إن صفقة الفانتوم والسكاي هوك المطلوبة أخيرا لإسرائيل لم تسلم بعد كما قال الرئيس الأمريكي نيكسون، ولكن هل ستوقف الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصفقة وتوقف شحن المعدات الإلكترونية لإسرائيل؟ إن إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن، فهل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على إسرائيل قرار مجلس الأمن بكل ما يعنيه؟ إن إسرائيل ترفض مجرد ذكر كلمة الانسحاب، فهل ستتعهد فعلا بقبول الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلت في عدوان 67؟ هيئة تعليقا على هذا الكلام في بعض نقط لابد أقولها. في 22 نوفمبر سنة 1967 عرض قرار مجلس الأمن، كان مبادرة بريطانية، عرض هذا القرار على مجلس الأمن، وكانت هناك محاولات كثيرة أن نوافق عليه، وسألنا الولايات المتحدة الأمريكية أو ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت جولدبرغ، هل إذا وافقنا على هذا القرار ستعمل أمريكا على تنفيذ القرار أم ستبقى منحازة لإسرائيل وتعمل على تمييع القرار؟ وكان الرد اللي بلغنا في نوفمبر 67 أن أمريكا ترجو أن نقبل القرار، وأن أمريكا بكل ما تملكه من قوة ستعمل على تنفيذ هذا القرار. وقبلنا قرار مجلس الأمن، وأنا أعلنت في 23 نوفمبر في مجلس الأمة قبلنا لقرار مجلس الأمن. ماذا حدث بعد ذلك من أمريكا؟ بعد كده كان هناك التأييد السياسي الأمريكي لإسرائيل في الأمم المتحدة، منحاز انحياز كامل لإسرائيل، وشجعت أمريكا إسرائيل في رفض قرار مجلس الأمن وفي رفض أي كلام عن الانسحاب، وشجعت أمريكا إسرائيل وأيادة إسرائيل بأن أعطتها بعد قرار مجلس الأمن اللي صدر في نوفمبر 67 أدتها في سنة 69 الطائرات الفانتوم والسكاي هوك، وواضح أن تسليم هذه الطائرات لإسرائيل معناه أنه يجب على إسرائيل أن تكون قوية جويا بحيث تبقى محتلة الأراضي العربية التي استولت عليها سنة 67. بعدين تأييد إسرائيل أيضا بأن أعطتها الدبابات والمدافع والأسلحة. بعدين تأييد إسرائيل اقتصاديا بأن أعطتها
مئات الملايين من الدولارات سنويا، إما قروض من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، إما قروض من البنوك الأمريكية، إما إعانة من الحكومة الأمريكية، وإما حمل التبرعات من الشعب الأمريكي. الحقيقة في هذا الوقت ظهر لنا أن أمريكا منحازة انحياز كامل لإسرائيل، وليس علينا إلا أن نبني قوانا، ليس علينا إلا أن نسير في طريقنا بمساعدة أصدقائنا لنبني قوانا ولنبني الجيش الهجومي. وعرض علينا بعد هذا في نوفمبر الماضي مشروع روجرز اللي هو وزير الخارجية، ووجدنا أن مشروع فيه نقاط متشعبة، ولكن ما ردناش على هذا المشروع. إننا نشعر الآن أن موقفنا الآن أقوى، وأننا لا نتحرك من موقف الضعف، وإنما نتحرك من موقف القوة. لقد كانت هناك عوامل كثيرة في صالح موقفنا القوي. أبرز عاملين في هذا الموقف: العامل الأول تزايد مقدرة قواتنا المسلحة على الردع. العامل الثاني تزايد الدعم السوفيتي السياسي والعسكري لنا، نتيجة لتقدير الاتحاد السوفيتي السليم لعدالة نضالنا وأهمية هذا النضال بالنسبة لحركة التحرر الوطني في العالم. أيها الإخوة، إن هدفنا محدد وهو معروف، وهدف العدو غير محدد وإن كان الكل يعرفه، وهو التوسع والاستيلاء على الأراضي العربية. هدفنا يتركز في نقطتين: الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، الجولان، الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، سيناء. النقطة الثانية: الحقوق المشروعة لشعب فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وهذه الحقوق وإنكار إسرائيل ليها هي التي أثرت على الموقف في المنطقة طوال السنوات 22 اللي فاتت، إن كان في لجنة مصالحة أو لجنة توفيق، وكانت هذه اللجنة مطلوب منها أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة، واللجنة كانت مكونة من أمريكا ولا زالت مكونة من أمريكا وفرنسا وتركيا، واجتمعت إسرائيل مع هذه اللجنة، واجتمع العرب مع هذه اللجنة سنة 49، وكان شغل اللجنة إعادة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، إعادة حقوقه إليه، ولكن اللجنة اجتمعت اجتماع واحد وبعد هذا لم تجتمع. العدو يرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن، يعتبر قرار مجلس الأمن مجرد جدول أعمال لمحادثات بيننا وبينه في مفاوضات مباشرة، وهذا ما رفضناه وما زلنا نرفضه. ولكن مطامع العدو معروفة، وتصرفات العدو في كل يوم تبين أن مطامع العدو هي التوسع. الحقيقة من البديهي إما سلام وإما توسع، لا يمكن أن يكون هناك سلام مع التوسع. أنا قلت لكم على النقط اللي جت في جواب وزير الخارجية الأمريكي. النقطة الأولى: وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة 3 أشهر. النقطة الثانية: يارنج يعود لمهمته. بعد كده بيطلب من الدول انها بيطلب من الدول انها تنفذ قرار مجلس الامن تنفيذ كامل، تنفيذ قرار مجلس الامن بكل اجزائه، بالتوصل الى اتفاق حول اقامة سلام عادل ودائم، مستندا الى الإقرار من جميع الأطراف بالسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال لكل دولة، ثم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة خلال نزاع عام 1967، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 242. هنا قلت أن تفسير هذا القرار يظهر في المقدمة بأنه يؤكد عدم إمكانية الحصول على أراضي بواسطة الحرب. يعني الحاجات اللي جات لنا من أمريكا حاجات مش جديدة. وزير الخارجية المصري
بعث بالأمس رد على الرسالة التي تلقاها من وزير الخارجية الأمريكي، وأبلغه أننا نوافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن، وإن قرار مجلس الأمن يعني الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة وحقوق شعب فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وأبلغه أنهم بيقولوا أن إسرائيل تريد السلام ونحن نريد الحرب ونريد إفناء إسرائيل أو اليهود، ولكن الوضع الصحيح أو الوضع السليم أن مصر وافقت من سنة 67 على قرار مجلس الأمن وإسرائيل لم توافق على قرار مجلس الأمن. وأبلغه أن المقترحات ليس فيها جديد، بل كلها تضمنها قرار مجلس الأمن سنة 1967 الذي ساعدت أمريكا على عدم تنفيذه لأن سياستها لم تكن متوازنة بل منحازة لإسرائيل. وأبلغه أننا نوافق على المقترحات الأمريكية. نحن الحقيقة في سنة 67 صدقنا الولايات المتحدة الأمريكية وقبلنا قرار مجلس الأمن. بعد سنة 67 ونتيجة لتصرفات أمريكا فقدنا الثقة فيها. أما جت لنا رسالة روجرز في نوفمبر من العام الماضي فقدنا الثقة. بعد هذا وصل سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى القاهرة وتقابل معايا وحدث بينا نقاش طويل. أنا قلت له بصراحة نحن لا نثق في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأخذ سياسة عادلة ولكنها تتبع سياسة منحازة في الشرق الأوسط منحازة لإسرائيل. كلام سيسكو كان إن الوضع بيتحول إلى وضع خطير جدا، قد يستدعي أو قد يصل إلى مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. كان كلامنا نحن لا نعمل من أجل مواجهة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ولكننا نعمل أولا للدفاع عن أراضينا، ثانيا لتحرير أراضينا. كان كلام سيسكو إن أزمة الثقة اللي مرت يجب ألا تؤثر فينا ويجب إعطاء فرصة أخيرة للتفاهم. وصلت هذه المقترحات الأمريكية الحقيقة بالنسبة لنا ليس فيها جديد، ولكن كان يجب الحقيقة بأننا لا نثق في أمريكا إن إحنا ما نرد زي ما عملنا في ديسمبر السنة اللي فاتت، ولكن هذه فرصة الآن. وأمريكا رئيس أمريكا يتكلم وزير خارجيته ومساعد وزير خارجيته و أعضاء الكونغرس الأمريكان في كل مكان بيقولوا أن إسرائيل مهددة وأن إسرائيل تحارب الاتحاد السوفيتي وأن إسرائيل عايزة السلام والعرب لا يريدون إلا الحرب من أجل الحرب. كان لابد أن نبلغ أن يكون ردنا على هذا الموضوع رد بناء، ونقول أن هذه النقط جميعها قبلناها في سنة 1967 وهذه فرصة أخيرة نبلغ الولايات المتحدة الأمريكية أن احنا بنوافق على قراراتها على أن يحصل يارينج على تعليماته وتوجيهاته من الدول الأربعة الكبرى. أيها الإخوة، نحن لم نكف ولن نكف عن المحاولة دائما من أجل تحرير الأراضي المحتلة ومن أجل حقوق شعب فلسطين. نحن نعمل في ميدان واسع جدا، نعمل بالسياسة ونعمل بالحرب. وحينما قررنا أن نعمل بالسياسة وأن نعمل بالحرب كان هدف وكان
تفكيرنا أننا لا نريد الحرب من أجل الحرب، ولكننا نريد تحرير الأراضي العربية المحتلة، وأننا حينما نعمل العمل السياسي ننتظر أن ينجح العمل السياسي، ولكن حينما يتعرض العمل السياسي إلى الفشل فليس أمامنا إلا العمل العسكري. من أول يوم من سنة 67 قبلنا قرار مجلس الأمن وما كانش عندنا قوات مسلحة، وفي نفس الوقت الذي كنا نعلن فيه دائما قبلنا لقرار مجلس الأمن وأننا نريد أن نعمل من أجل السلام، كنا نبني قواتنا المسلحة، لأننا كنا نشعر أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا إذا شعر العدو ومن هم وراءه أننا وصلنا إلى درجة من القوة تمكننا من تحرير الأرض. حركتنا نحو هدفنا ليست مقيدة، وهدفنا واضح أمامنا، ليس لنا الحق في أن نفرط في أي قطعة من أرضنا. الحقيقة ونحن نعلن موافقتنا على هذه المبادرة الأمريكية التي نقول عنها إنها ليست جديدة، بل كل ما فيها كان موجود في مجلس الأمن سنة 67، سنبني في نفس الوقت قواتنا المسلحة. احنا النهاردة عندنا 650 ألف جندي تحت السلاح في ديسمبر، وانا بقول هذا الكلام، وهذا الكلام مش اسرار، يعني لازم العدو يعرف ومن هم وراء العدو يعرف ان احنا هنجند ان شاء الله، نجند الرجالة والنساء والاطفال حتى ندافع عن بلدنا وحتى نحرر اراضينا المحتلة، وان احنا صمدنا في 67 ونصمم على تحرير اراضينا المحتلة. ميزانيتنا كانت 160 مليون جنيه للقوات المسلحة سنة 67، ميزانيتنا النهاردة 553 مليون جنيه. نحن نسير نحو هدفنا وهو تحرير الأراضي المحتلة. حركتنا نحو تحقيق هذا الهدف ليست حركة مقيدة، وإنما هي حركة مفتوحة تلزم نفسها بالمبادئ الأساسية لنظامنا. أيها الإخوة، أريد أن أقول لكم بكل أمانة وصراحة وبإحساس بالمسؤولية التاريخية أنه مهما كانت محاولاتنا في ميادين السياسة فلا بد ألا تغيب أبدا عن أذهاننا كبرى الحقائق. هذا الكلام قلته في 23 نوفمبر سنة 67، بقوله النهاردة في 23 يوليو سنة 70، أننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية، ويجب أن نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. إننا نستطيع أن نتحرك في ميدان السياسة كما نشاء وكما نرى وفق الأوضاع المتغيرة والمتحركة باستمرار، ولكن الكلمة الأخيرة في أي صراع وفي هذا الصراع بالذات ومع العدو الذي نواجهه بالتحديد إسرائيل سوف يبقى دائما للقوة. العدو لا يعرف غير لغة القوة، كل كلامه يستند إلى استعمال القوة. يجب أن نكون على استعداد للرد بالقوة على عدونا الذي لا يفهم إلا القوة، ويجب أن تكون قوتنا فوق قوته، ويجب أن نعمل بكل الوسائل على أن نتفوق في كل الميادين وبالذات في الميدان الجوي على إسرائيل. يجب أن نحشد كل الطاقات من أجل المعركة، يجب أن نحشد الطاقات العسكرية والطاقات الاقتصادية، يجب أن نحشد طاقات الأمة العربية. الرئيس نيكسون بيقول إن إسرائيل عايزة السلام وإن العرب عايزين الحرب من أجل الحرب،
وإن إسرائيل ما بترميش العرب في البحر، وإن العرب هم اللي عايزين يرموا إسرائيل في البحر، ولهذا فقد قرر أن يبحث طلب إسرائيل للسلاح. ووزير خارجيته بيقول إن في مبادرة أمريكية، اللي هي النقط اللي أنا قلتها، عرضت على مصر وإسرائيل والأردن اللي وافقوا على قرار مجلس الأمن، فإما أن يكون الرد إيجابي وإما أن تعطي أمريكا الأسلحة التي طلبتها إسرائيل. نحن نقول إننا لا نريد الحرب من أجل الحرب، ولكن نريد تحقيق هدفنا، تحرير كل الأراضي المحتلة وحقوق شعب فلسطين، وإن إسرائيل هي التي تعمل من أجل التوسع. نحن حتى يكون موقفنا واضح لا غموض فيه قدام العالم كله وأمام الرئيس الأمريكي وأمام الشعب الأمريكي أيضا، نقول إننا قبلنا بالمقترحات الأمريكية اللي قدمها وزير الخارجية روجرز إلينا، لأننا نعتقد أن هذه المقترحات ليس فيها جديد، بل وافقنا عليها قبل ذلك، ولكن إسرائيل هي التي رفضت كل هذه المقترحات التي جاءت في قرار مجلس الأمن. وعلينا أن ننظر إلى المستقبل لنرى ماذا سيكون عليه موقف أمريكا، ونقول إن أمريكا إذا استمرت في سياستها بعد هذا، سياستها التي تعتمد على تزويد إسرائيل بالكميات الكبيرة من الأسلحة، فإن الموقف يكون موقف خطير، وإن أمريكا تكون هي التي لا تريد السلام، ولكن أمريكا تكون أرادت للأمة العربية أن تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وساعدت إسرائيل على احتلال أراضينا. أيها الإخوة، يجب أن تكون قوتنا فوق قوة العدو، ونحن نعلن هذا الكلام، ويجب أن نكون على استعداد للرد بالقوة على العدو، ونحن نقول هذا الكلام، ويجب أن نذكر دائما ونحن نبلغ الولايات المتحدة الأمريكية ردنا، ونقول أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة، ويجب من أجل تحقيق هذا الغرض أن نكون قادرين على العمل، قادرين على التفكير، مسلحين بأكبر قدر من الوعي، واثقين بعمق من هدفنا، مؤمنين بحقنا فيه، مدركين أن صوت الحق هو صوت الله. هذا أيضا يساعدنا على أن نحشد كل طاقتنا من أجل المعركة، وهذا هو الواجب الرئيسي لهذا المؤتمر في هذه الدورة. نحن نسير في طريقنا في العمل السياسي، ونحن نسير في طريقنا للعمل العسكري، فإذا نجح العمل السياسي كان بها، إذا لم ينجح العمل السياسي فليس أمامنا نحن الشعب المصري إلا أن نقاتل في سبيل حريتنا وفي سبيل تحرير أراضينا والأراضي العربية المحتلة. ونحن في هذا نعتمد على أنفسنا، نعتمد على الأمة العربية، نعتمد أيضا على أصدقائنا، ونعتمد أساسا على الله الذي مكننا من أن نصمد هذه السنوات. أيها الإخوة، لقد مرت بنا أيام عصيبة، وأقول إنها كانت عصيبة جدا، ولا أستطيع أن أقول اليوم أن الأيام العصيبة قد انتهت أو أن نهايتها قريب، ولكني أستطيع أن أقول أننا سنصمد، هذا الشعب سيصمد، كل هذا الشعب سيصمد، لأنه صمد في أسوأ الظروف، صمد حينما فقدت قواته المسلحة كل أسلحتها، لأن هذا الشعب رفض الهزيمة وصمم على العمل، لأن هذا الشعب استطاع، والشعب العربي أيضا في العالم العربي، هذا الشعب والشعب العربي
شعوب الأمة العربية كلها استطاعوا أن يحولوا الهزيمة إلى صمود، وسيمكن لشعب هذه الأمة وللشعب العربي بإذن الله أن يحول الصمود إلى تحرير ونصر. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، اقتراحات اللجنة المركزية في شأن جدول أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر القومي العام وخطة العمل في هذه الدورة. أولا، فيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر القومي العام في دور انعقاده العادي الرابع، وافقت اللجنة المركزية في اجتماعها في يوم الثلاثاء 14 من يوليو سنة 1970 على أن يتضمن الموضوعين الآتيين: 1. الموقف السياسي والعسكري على ضوء الخطاب الافتتاحي. 2. تقرير اللجنة المركزية إلى المؤتمر في دور انعقاده العادي الرابع. وقد تقدمت اللجنة المركزية بناء على المادة 6 من النظام الداخلي للمؤتمر بتقريرها متضمنا جزئين: الأول عن العمل الوطني في المرحلة النضالية السابقة منذ انعقاد المؤتمر القومي العام في دور انعقاده الثالث، الثاني عن زيادة الحشد من أجل المعركة. قد تم توزيع تقرير اللجنة المركزية على أعضاء المؤتمر، كما وزعت التقارير التي أعدتها اللجان السبعة الدائمة للجنة المركزية عن نشاطها ونشاط أجهزة الاتحاد خلال الفترة الماضية كملاحق لتقرير اللجنة المركزية. ثانيا، وفيما يتعلق بخطة العمل في المؤتمر في هذه الدورة، فإن اللجنة المركزية بناء على المادة 7 من النظام الداخلي للمؤتمر تقترح أن يسير العمل في المؤتمر وفق الخطة الآتية: 1. تجري مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال في اجتماعات لجان المؤتمر. 2. يشكل المؤتمر 7 لجان مقابلة للجان السبعة الدائمة في اللجنة المركزية، وهي لجنة الشؤون السياسية، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة، ولجنة الشؤون الداخلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الثقافة، ولجنة شؤون التنظيم. 3. تبدأ اللجان السبعة اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال في الساعة 10 من صباح غد الجمعة 24 يوليو برئاسة السادة أمناء اللجان الدائمة في اللجنة المركزية، ومعهم السادة مقرروا اللجان الفرعية. 4. يعود المؤتمر القومي العام إلى الانعقاد في اجتماع عام مغلق في الساعة 7:30 من مساء نفس اليوم الجمعة 24 يوليو ليستمع إلى السيدين وزير الخارجية ووزير الحربية، حيث يقدمان تقريرين عن الموقف السياسي والعسكري، ويجيبان على الأسئلة والاستفسارات التي يوجهها السادة أعضاء المؤتمر. والحقيقة أنا عايز أعمل تعديل بالنسبة لهذا الموضوع، على أساس أن احنا المؤتمر يعود للانعقاد العام في اجتماع عام الساعة 7:30 يوم الجمعة 24 يوليو ليجيب الرئيس على أسئلة أعضاء المؤتمر بالنسبة للموقف السياسي والموقف العسكري في جلسة مفتوحة. وأعتقد أنه قد يكون هناك كثير من الأسئلة يجب علينا أن احنا نبحثها، ويجب علينا أيضا أن احنا نشرك معنا الرأي العام في بحثها، ولهذا بقترح أن تكون الجلسة مذاعة. بعد كده تعود لجان المؤتمر إلى الانعقاد في الساعة 10 من صباح يوم السبت 25 يوليو لاستئناف مناقشتها والانتهاء من إعداد تقاريرها في موعد غايته عصر اليوم ذاته، وتسلم التقارير مباشرة إلى أمانة المؤتمر. 6. تشكل لجنة صياغة بيان المؤتمر وقراراته من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مقرري اللجان الفرعية للجان الدائمة للجنة المركزية، وأمين المؤتمر برئاسة السيد الدكتور لبيب شقير عضو اللجنة التنفيذية العليا. وتجتمع هذه اللجنة مساء يوم السبت 25 يوليو لإعداد مشروع بيان المؤتمر وقراراته. 7. يعود المؤتمر القومي العام إلى الانعقاد في اجتماع عام
في الساعة 7:30 مساء الأحد 26 يوليو لإعلان بيان المؤتمر وقراراته واختتام الدورة الرابعة. هذا ما تقترحه اللجنة المركزية في شأن جدول الأعمال وخطة العمل في المؤتمر في هذه الدورة، فهل توافقون على هذه الاقتراحات؟ ليوافق يرفع ايده. بفضل نقطة واحدة. بالنسبة للأسئلة أرجو أن كل محافظة بيجتمعوا مع بعض علشان الأسئلة ما تتكررش من كل واحد، ويجهزوا الأسئلة مكتوبة عندنا الليلة وعندنا بكرة لغاية الظهر، بتسلم الأسئلة للسيد لبيب شقير أو للسيد الأمين العام. بكرة بنعمل جلسة الساعة 7:30 للإجابة على هذه الأسئلة. أرجو لكم التوفيق والسلام عليكم. وبعد أن ألقى الرئيس جمال عبد الناصر بيانه الهام أمام المؤتمر القومي العام، قرأ على أعضاء المؤتمر المشروع المقترح من اللجنة المركزية لسير أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر. وأعلن السيد الرئيس أن المؤتمر سيجتمع غدا في جلسة مفتوحة في الساعة 7:30 لمناقشة الموقف السياسي والموقف العسكري وللرد على أسئلة واستفسارات أعضاء المؤتمر. أيها المواطنون، نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.